بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم من منتديات البشرى الإسلامية، الموقع الرسمي موقع الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني إمام الأمة الموعود من آل البيت المطهر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وإني أحد أنصار الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. أقدم لكم هذا البيان، ولمراعاة الوقت باليوتيوب تم اختصار وقت العرض، ولكي يتسنى لكم قراءة البيان عملنا على وضع مؤشر في نهاية الصفحة، وعليكم باستخدام زر الإيقاف لقراءة الصفحة ومن ثم زر التشغيل للذهاب إلى الصفحة التي تليها، وهكذا دواليك حتى يتسنى لكم قراءة كامل البيان. زر الإيقاف هو الزر في أسفل الفيديو من على اليسار، ونشكر لكم حسن استماعكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان بعنوان خروج الدابة. الجزء الثاني، الموضوع خروج الدابة. الموضوع الإمام المهدي المنتظر يفتي بأن الدابة التي ستخرج تكلم الناس إنما هي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام.
من هم أولي الألباب وحقيقة الدابة؟ بيان الإمام ناصر محمد اليماني. من هم أولي الألباب وحقيقة الدابة؟ من هم أولي الألباب وحقيقة الدابة؟ الجزء الثاني.